صباح الفل يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير على كل مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان من مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة، متواجدة معاكم لنقل طبعا آخر الأخبار سواء في الألعاب الأخرى أو كمان كرة القدم. وهنبدأ أكيد كالعادة بكرة القدم. كلنا طبعا تابعنا مباراة الأمس، فوز النادي الأهلي على يعني سان جورج الإثيوبي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا بثلاثية دون رد. مباراة كانت قوية الحقيقة جدا، ألف مبروك للنادي الأهلي. طبعا بهذه النتيجة بيضمن النادي الأهلي وجوده في دور المجموعات يعني ضمن يعني بطولة دوري أبطال إفريقيا، وخصوصا كمان مباراة العودة هتكون يوم الجمعة المقبلة على نفس الملعب. طبعا بقى خلاص النادي الأهلي النهاردة بيستأنف تدريباته على ملعب مختار التتش، التجمع هيكون الساعة 5 والتدريبات هتكون الساعة 6 تحت طبعا قيادة مارسيل كولر. هتكون طبعا تدريبات شاملة، تدريبات بدنية وفنية متنوعة. سلسلة الفوز مستمرة، ولكن بقى سيدات سلة الأهلي يعني يحققوا الفوز على فريق السكة الحديد بنتيجة 47-29 ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة منطقة القاهرة لكرة السلة. من سيدات يعني سلة الأهلي كمان لرجال السلة، واللي حققوا المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة المقامة حاليا في سنغافورة. قدم الفريق طبعا أداء مميز جدا ومشرف برغم تأثره بالمجهود البدني الكبير طبعا بعد خوضه ثلاث مواجهات قوية جدا، ولكن بنبارك للفريق ولكل الجهاز الفني على طبعا أداءه المشرف في هذه البطولة. يعلن النادي عن إقامة 4 حفلات بمناسبة المولد النبوي الشريف، طبعا كل عام وحضراتكم بألف خير، سواء بقى بمقر النادي بالجزيرة أو فروعه الثلاثة. تبدأ طبعا أول الحفلات بمقر النادي هنا بالجزيرة يوم 27 سبتمبر ويحييها المنشد الديني أحمد العمري، وتقام أمام الشاشة الرئيسية بالنادي في تمام الساعة 8 مساء، فيما طبعا يقام الحفل الثاني بفرع مدينة نصر يوم 28 سبتمبر يعني، وده هيكون كمان تحديدا عند الفود كورت في تمام الساعة 9 مساء. ويقام بقى الحفل الثالث والرابع يوم 30 سبتمبر هيكون في فرعي الشيخ زايد الساعة 8 مساء أمام الشاشة الرئيسية، وفي نفس التوقيت هيكون في فرع القاهرة الجديدة الحفل الرابع والأخير هيكون كمان أمام الشاشة الرئيسية. طبعا يعني سريعا كده عن اجواء النادي الاهلي هنا، طبعا كلنا ملاحظين انخفاض في درجات الحراره، فده مخلي الاعضاء متواجدين بشكل كبير جدا في الفرع، ودي كانت ابرز واهم الاخبار اللي معايا النهارده. شكرا لكم وعوده لكم مره ثانيه. احنا اللي بنشكرك على التغطيه الممتازه دي كالعاده يا روزان، شكرا جزيلا ليكي.